نتعرف على طريقه وكيفيه حل مشكل كيب كات لا يوجد الانترنت الكمبيوتر. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تطبيق كيب كات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقه، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بايقاف اعاده تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق كيب كات، سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كيب كات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن